اهلا بيك معنا، شرفتنا في صدر البلد، نحب نتعرف بحضرتك. دكتور رياض بقمي، انا ضيف شرف المهرجان، انا استشاري في الامراض الجلديه والجراحه الجلديه التجميليه، ويشرفني واعتز اني اكون في القاهره اليوم معكم. كلمنا اكتر النهارده عن فعاليات المهرجان. والله المهرجان هذه الدورة الثانية حقته، طبعا المرة هذه التركيز أكثر على أنه ندخل كمان المصممات الخليجيات بشكل أوضح. المهرجان هذا جميل لأنه في تجمع لكل صناع الموضة من الدول العربية، في من السعودية، في من الإمارات، في من تونس، فالتبادل حق الخبرات هذا حيفيدنا كثير إن شاء الله. شايف طب أن التجمع ده يفيد أكتر في مجال الموضة؟ يفيد في مجال الموضة، هذول المصممات وصلوا العالمية خلاص، هم عندهم عروضهم في فاشن ويك في نيويورك، في باريس، في ميلان، بس هم جايين هنا الحين عشان يشاركون خبراتهم، عشان يورونا المرأة العربية اهتمامها الكبير الآن بالموضة والجمال، وهذا شيء جميل احنا نشوفه، يعني التعاون المشترك بين كل الناس بدل الخبرات هذا. شايف ان مصر والوطن العربي عموما دلوقتي بقى يعني متصدر في الموضة؟ اي طبعا، الوطن العربي ترك بصمته الآن في الموضة، في التجميل، صار خلاص شيء كذا واضح ريكوجنايزبل، كل حتى الأجانب، يعني الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية كلهم يعرفون قيمة الدول العربية في الموضة والجمال، وإن شاء الله بكرة حتشوفون على المهرجان كيف العروض حتكون إن شاء الله. شرفتنا مع نفس الضغط. أبد الشرف لي، الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا.